السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي المشاهدين قناة تربية الغنم في إسبانيا، معكم عبد المولى. إن شاء الله إخواني أخواتي المشاهدين، اليوم إن شاء الله بإذن الله قصة جديدة. هذا واحد السيد هنا في إسبانيا، ما شاء الله مسك عليه الله، عنده واحد التيندا، واحد الحانوت ديال الحوايج، تبيع فيه الملابس بخير وعلى خير. هو مغربي، إوا الحمد لله خدام بخير وعلى خير. الريا هاد السيد هذا في المغرب كاين واحد خوه تا هو مجوج، وهذا اللي هنا في اسبانيا كبر من هذاك خوه اللي في المغرب، تا هو بولادو. هذاك السيد عنده تا هو شي جوليدات ولا بحال هكاك. المهم هذا اللي في اسبانيا زيد على هذاك، وهذا اللي في اسبانيا اخواني اخواتي المشاهدين جايب ولادو هنا لاسبانيا، وعنده هاد الحانوت ديال بيع شراء ديال الملابس بخير وعلى خير، خدام مسك عليه الله. مرة تيتعاون مع خولي في المغرب، وخو باقي تما مع والدي في الدار. إوا سيادي مشات ليام وجات ليام، هاد السيد مسكين هو يمرض، هذا اللي هنا في إسبانيا اللي عنده الحانوت ديال الملابس بخير مسك عليه الله، بيع وشاري مزيان، فحل الموقع مزيان، مهم حانوت خدام ليه مخير. أرليا هو يمرض مسكين، مرض بحال مرضى خايبة، داس عليه شي مده ديال شهر ديال المرض، ويتوفى مسكين مات. الريا ملي مات كانت المراه ديالو ماشي شي مراه زعما كي تخرجها المحال وتتعرف تبيع وتشري وناضيه حادقه في هادشي ديال الزمان. هو اللي كان مكلف بهادشي، هذا هو هاد السيد هذا مكلف المراه ما تتعرف غير الدار والولاد، هادشي اللي تتعرف. وراكم عارفين العيالات اللي تيكونوا في هاد المستوى ديال غير الدار، ما تعرف تخرج، ما تعرف تقدا، ما تعرف حتى شي حاجه، كاين منهم عادات ديال العيالات فيهم هاد الطبع هذا، تتعرف غير طيب الاولاد صافي، هادشي اللي تتعرف. هاد السيد هذا ملي توفى خلى مسكينه هاد المراه هادي حتى حاجه ما تتعرف ليها، ما تعرف تسير التقاديه، ما تعرف حتى حاجه، ما تعرفش عقوا كان داكشي تيديروا راسو المرحوم. ايوا سيادي ملي تعرفوا الراجل هنا ولا الانسان ولا الانسان ملي تيتوفى خاصهم يهبطوه للمغرب باش يدفنوه في المغرب. ايوا داكشي اللي داروا الناس، الجيران صحابو اللي تيعرفوه وقفوا معاه، حتى داروا في الصندوق. ايوا داز اليوم غدا، اليوم غدا هما يجمعوه داروا في الصندوق وداوه للمغرب الوطن ديالو هما يدفنوه. دفنوه سيادي، المراه شدت حق الله تاعها، صافي العزايا عزا ولي عزا عزا، مشات ديك المده ديال العزايا. المهم المراه بقات تما في الدار، الحانوت هنا هو يتسد ديال الملابس، صافي سدو، ما كاين اللي راكم عارفين الموتى ما كاين اللي يبيع شراء لا والو، السيد توفى، الحانوت تسد هنا وفيه الحوايج. الريا مرتو بقات في الدار هي في المغرب مع والديه، يو اليوم غدا اليوم غدا صافي المراه داخت، اش غادي دير؟ يلاه فين غادي تجي هنا؟ اش تعرف اش غدير؟ كي غدير لها الحانوت هي ما تتعرف تبيع وتشري ما والو. بقات واحد المده ديال شي 4 شهور هي في المغرب اللي بقات. المهم تا قالوا واش نديرو ما نديرو، وما يطيح عليهم واحد الراي. اشنو هو هذا الراي؟ هذاك خو المرحوم اللي كاين في المغرب مجوج، ناض هو يطيح عليهم واحد الراي، قال لهم علاش ما ممكن انا نتزوج بها، نتزوج بها على اساس هي تزوج به وتجيبو هنا الاسباني وقابل داك المشروع ديال خوه، من يبقى غادي مقابل المشروع ديالو وقابل مرت خوه، ولكن هو مجوج في المغرب وعندو وليدات. قال ارا نطلق مرتي اللي في المغرب باش مرت خويا اللي توفى راجلها تزوج به ودير التجمع وتجيبو هنا غير باش يجيو هنا، ولكن راه مرتو غتبقى الاولى اللي في المغرب، ما غادي يتزوجش بمرت خو زعما كي ديما، غير تدي هنا وتجي هنا يقابلوا ولاد خوه ومرت خوه. ايوا المهم بقى قابل هذاك المشروع. هذيك المراه مسكينه ما كانت عارفه والو، مرت الراجل اللي مات هنايا، غادي نسميوه عز الدين. ايوا عز الدين مع هو اللي توفى، عز الدين هو اللي توفى، وغنسميوه داك اللي في المغرب الشرقاوي. ايوا الشرقاوي تزوج مرت خوه عز الدين، صافي جات هي هنايا عند الحانوت، ريقلت هذاك الشيء، واش وقف معاه شي واحد، المهم ريقلت على التجمع الوراق، اليوم غدا الشهر الثاني الشهر الثالث، كاع
كنت مع داك العقد جات دفعت ليه هنا، دفعت ليه ايوا الشرقاوي يخرج ليه الفيزا وطلق مرته، طلقها على في الوراق مالي باقا مرته في الدار. وهادشي خويا ما تنعرفوش انا واش هادشي شرعي ولا ما شرعيش. والله تيديروها بزاف ديال الناس، تيديروا هاد القضيه تيطلق مرته ويتزوج بوحده اخرى تديه لاوروبا باش يجي هنا لاوروبا وتيشد هنا الاوراق وعاود ترجع للمغرب تيطلق هذيك اللي جابته هنا لاوروبا وعاود يتزوج ثاني مرته. واش هذا هذاك الشيء حلال شرعي؟ والله ما عرفت. تيديروها بزاف ديال الناس وكامل اللي تيوقع في مشاكل. ايوا المهم السيد الشرقاوي صافي دفعت ليه مرت خوه، جات هنا وقف مع شي حد ولا ما نعرف. المهم دارت لي تجمع على داك المحل بلا راجل توفى هي اللي رامت هذاك الشيء. حقاش انا الراجل ملي توفى المراه هي تدي كل شيء لمرته، تدي كاع داك الشيء اللي تيكون عنده، ولا طالقو هي تدي النص هو النص بحال 50% 50%، ماشي ديك نص حق ولا حق بحال عندنا حنايا في الدين ديالنا. هما عندهم هنا في شكل المراه تدي النص كل شيء تدي وتدخوي حتى الدار وتيديروا لك واحد المينوط في رجليك من تطلق المراه واحد المينوط لا قربت المكانه لا قربت الدار ديك المكانه تضرب عندهم هما في الكوميساريه عند البوليس طيط بلا فيها جي بي اس راه قريب الدار ديال مرتك لا تقتلها ولا شي حاجه تدي يوقفوا عليك هنا البوليس حدا رجليك تكونوا عاطينك اللي خامينتو باش ولا اللي خامينتو ديال التموخير زعما ما تقربش ليها. وكاين اللي تعطيه سميتو 200 كيلومتر 500 كيلومتر الا قربت ليها تيبعدوا عليك تزيدوك في لاشخر 100 كيلومتر محدك حتى تقرب ديك تبقى يبعدوك تولي دايرين واحد المسافه ما بين ديك الدار فين كاينه مرتك القديمه واحد المسافه 500 كيلومتر ولا 100 كيلومتر درت المشاكل كاع تيحيدوا لك المكانه وتيديروا لك الجباد للبلاد لا مرا لا دار لا صباليا ولا اوراق شو كدير راسك عندهم هنا داكشي في شكل. ايوا المهم السيد صافي طلق مرتو الشرعيه اللي في الدار قال راه نتزوج مرت خويا باش جات تديني ونقابل المشروع بقات انا غادي نقابلهم مرت خويا ونقابل ولادي وامور وغادي مزيان. ايوا داكشي اللي كاين مرتو مرت خوه دفعت لي قادت لي الاوراق خرجت لي الفيزا هو يجي هنا للصباليون من الناس هادي جا هنا للصباليون سميتو ولا مقابل الحانوت ولا نيت ساكن مع مرت خوه في الدار ساكن معاها وهداك الشيء. ايوا اليوم غدا اليوم غدا ضرب واحد العام وهي كان عندها واحد الوراق ديال 3 سنين ولا كواك 4 سنين باش يوفاو واحد المده ملي تيوفاو ليها هي الوراق راه حتى هو غيوفاو ليه الوراق اللي غادي بالزواج. دابا ملي تنجيب انا شي مرا راه ملي غيوفاو ليا الوراق راه حتى هي غيوفاو ليها الوراق تيعطيوها لاداط بحالي بحالها ولا ما بدلتش ليها انا عمرها ما تشد الوراق. وتا هي كواك المراه الا جابت الراجل الا ما بدلتش ليه هي راه ما عمرو يشد الوراق غيترفضوا ليه الوراق واخا يكون عنده ديال 5 سنين نهار يفاوضك 5 سنين حتى هي خسرت تقول لي اه راه باقي مجوج بيا وتيدفعوا ليها تعطيوها الوراق حتى تيخرجوا لك الوراق. قالت لي ما بقاش مجوج بيا مجوجه بيا ما مجوج بيا تيرفضوا لك حتى الوراق تقول لي راه جاني على حساب الوراق داك الشيء تيترفضوا لك الوراق. ايوا سيادي المهم جا هنا الشرقاوي قابل المحل ديال خوه وقابل مرت خوه ايوا غادي خدام اليوم غادي خدام غدا تعلم لهذاك البيع الشراء ولا حتى هو تيهز فارغونيطا ويمشي يشري. المهم هذاك الشيء ما تيكون صعيب غير شهر شهرين تتعلم البيع الشراء لك راسك فيه. الرياض الشرقاوي هذا ملي جا كما تنقولوا محمر الطياره جا المحل كلشي مريقل صابو موجود والدار ريح في الحانوت بخير وعلى خير. ضربت واحد العام ونص ما مشاش للمغرب بقى هنا جا هنا صاب كلشي موجود الخير موجود تبدلت عليه الايام. مهم صاب الكرام الرياض اللي ضربت عام ونص وهي تحمل ديك مرت خوه حملت به هو. شوفوا انتم السيد جا باش يدير يقابل الحانوت ديال خوه مرت خوه صدق هو محملها بحالات يقول عيط ليهم وقال ليهم ملي صاب حملات هي عرفت بلا راسها حامله قالت لي راني ودي حملت قالوا اش نديروا راه نعيطوا للمغرب نفكوا هذا المشكل نقولوا راه صافي حنا غادي يقول لهم راني غادي نتزوج بها انا مرت خويا لما غادي نخليها ونخليها المشروع راه نتزوج بها. ايوا داكشي اللي عيطوا لدارهم قال لهم راه سميتو مرت خويا صافي راني عقبت انا غادي نتزوج بها على سنه الله ورسوله. ولكن مرته هي اللي مزوج بها في المغرب خلاها مطلقها واش غتقبل؟ لا سيدي ما قبلتش.
ناضت تتغوت عليهم في الدار، قالت لهم انايا طالبت معاه على اساس باش يمشي مع مرت خوه تديه ويقابلهم، ويعقب يجي يطالقوا دوز ديك 3 سنين ويطالقوا ويرجع ويتزوج يردني في العقد، نديروا العقد ثاني من جديد. دابا غدرني مشى معاه غدرني، واش انا اللي مرتو ولا هي اللي مرتو؟ تربج هذاك الشيء. صافي ناضت هزت حوايجها ولادها وهي تزيد فين زاد زاد هي من الورزازات، وهاد الناس هادو من وعزم ماشي مش واخا نقولوا مدينه ولا شنو، راه ارض الله راه كبيره، شبا تعرف شحال ما تعرف، واخا نقول بحال المره المدينه ماشي مشكل. المهم مشات الورزازات لدارهم، ايوا تفقعات كيما نقولوا غضبات، صافي مشات ما بقى مش بقى صافي كل شيء مشى بحال الراجل مشى مشى ما بقى ما يدار. السيد بقى هنا في الصباليون مع هذيك هنا مرت خوه، صافي ولات مرتو، ما عرفناش مرتو شرعيه ولا بالوراق ولا على اوراق، المهم راهم بقاو مجمعين. صافي خدام في الحانوت تيمشي للدار بعد مرت خوه تما بخير وعلى خير، مرتو ما بقاش تسوق الاصليه اللي في المغرب لهلا يشقلب، جا صاب خير موجود، الكرامنا موجود، الصباليون داكشي اللي بغاته هو صابو، ضرب كلشي في الزيرو. ايوا اليوم غدا اليوم غدا ضرب شي عامين ولا شي عامين ونص هو مع هادي هنا. واحد النهار هذيك مرت خو اللي كانت هنا ولات تخرج وكا وتخرجها وتخرج تدور، ما بقاتش كي كانت ملي جات انا بدير لي داك التجمع ولا تتسول وتخرج، جا دار بها الزمان هي تولي بعدا كي تخرج ماشي مع راجلها الاول، ما تتجي للحانوت تصيب داكشي غادي تينقص الحوايج ما الفلوس ولا ما بقاش مروجه كيما راجل الاول. هذا صيط فودنو البرد هذا الشرقاوي، ما بقاش غادي داكشي مزيان كيما كان خوه الاول، غادي شاد في المشروع اللي دمر عليه دمر عليه بالريال بالاورو بالجوج بالثلاثه، وبقى بقى تيخدم فلاحه ولا العالم بين الله كيفاش دوز هنا في الغربه وشد الوراق وتكافح ودار باش كرا الحانوت عمرو صبر تتمشى ليه المشروع وكل شيء، ولكن امر الله هو هذا جا المرض مات. اما الشرقاوي جا صافا موجوده، صاب الحانوت موجود والمراه موجوده، هذاك البيع الشراء اللي جات قدامه تيخبطها. ايوا ضرب عامين ونص المرض تقول لي فينا هو، ولات الهضره زايده في الدار، فينا هو هادي فينا هو الفلوس من تيمشيو. السيده اش دار؟ ناض هو يتلاقى مع واحد المراه ثانيه اخرى خيطانه كانت تجي للحانوت هو يتعارف معاها، يا ولات حتى هي تيخاون المرض خوه ولا ما عرف المراه الاولى المراه الاولى ما عرفناش شكون اللي تيخاون. المهم تاني ولا تاني طايح مع هاد المرا الخيطانه، لا الاولى لا الثانيه استقطع حما ثلاثه، والخيطانه سماها معاهم شلابه خوتي. ايوا بقى تاني غادي يلاه يلاه، ناضت هذيك الخيطانه ما عرف كيفاش خوتها ساقوا الخبر بلا رختهم طايح مع مغربي. ايوا واحد النهار تجاو ليه جاو ليه داك الحانوت، دخلوا ليه دوك خيطانه دوك الهجريين شدوا عرقوا عليه، مع داك الصوات يضربوا فيه واحد هو ينوض هو يفوت فيه ضربه، ضربوا ليدو هرس عليه يدو العظم تقسم لي على يدو فك، المهم تهرس من يدو، ملي تهرس من يدو خلاه تما طايح وسط داك الحانوت، جاو الناس صابوا الحاله طايحه الحوايج كاع تكرفصوا وكلشي هرسوا تيسمعوا ما تعقلوا داك الخيطانو ملي اختهم ساقوا بها بلا راه طايحه مع مغربي. المهم جات لابيلانس داتو مرتو اللي كاينه هنا في الصباليون مرت خوه، واش مرتو ولا مرت خوه. المهم ساقت الخبار صافي بلا راه صوتوا خيطانوت على الدريه اختهم ولا شنو، هي تجري عليه ما بقات تمشي عند السبيطار، بقى هو في السبيطار مهرس. ايوا زيد اليوم غدا اليوم غدا ملي داروا ليه الجبيره وداس ليه يدي بقات عوجه، وما يخرجوه صافي خرجوه مشى بحاله. فين غادي يمشي بحاله؟ بغى يمشي لدارو، جرات عليه قالت ليهم هذاك راه غدرني وهذاك الشيء وراه مع ديك المراه صافي، وما يعطيه ولا خير من تو داك. المهم ما بقاش يقرب للدار، صافي طالقت معاه طالقت معاه، ملي طالقت معاه قرب وفاو ليها هي الوراق شي عام، ملي غيوفاو ليها الوراق حتى هو راه غيوفاو ليها الوراق، وفاو ليها هي الوراق ولات هي مقابله داك الحانوت. صافي هزت زمار راسها هذيك المراه مع تكرفصت معاه ولغوت في الدار في ديك العامين. السيد هو اصلا في المغرب كان بلي وهاد الشيء هذا، داك الشيء باش قال نمشي وندير ونقابل، انا الساعه ما كاين مقابل، لا المرا الاولى لا الثانيه لا الثالثه تهرس عليها. ايوا ولا ملي واحد يدور غير في الشارع في الزرقاء وفاو ليه الوراق، ملي مشى هو بغى يدفع الوراق دفعهم قالوا لي تنشوفوا الموافقه ديال المراه، المراه جاي يشوفوها صابوها طلقاه طلاق ديال الغياب. ايوا ما يرفضوا ليه
ملي رفضوا ليه بقى تيدور تاعي، شكون اللي بغى يخدمك، شكون اللي بغى يعاونك، انا كاين اللي يعاونك مهرس من يدك وتسمع لك سمعه خايبه، وهذاك الشيء اللي درت مع مرتك ومرت خوك زدتيها تاني مع هذوك في الفساد، جاو عرقوها ليك، تتبقى عليك الهضره، تتخيم السمعه ديالك تتخيب الله يستر. شاف تاعي ما طالع حتى حاجه ولا مكرفص في الحاله ديالو، اش قال ما ندير ما ندير، قال نهود المغرب صافي، انا الوراق ما يبقى يتشدوا ليا ومهرس من يدي، شكون اللي بغى يعطيني هذه الكوترا، هو يهود المغرب سمح في هذا السباليون وكل شيء. قال نمشي للدار نقابل هذاك الشيء اللي عندنا في الدار واش في لاحه، المهم عدوا تما ما يدار، قال نمشي نقابلو. ملي هبط المغرب مشى للدار، لا سلام مقود مع العائله، راكم عارفين صافي كل شيء كرفصو، حتى حاجه ما مقوده، ما هود لا فلوس لا حتى حاجه ما دارها، كرفص مرتو، جا كرفصنا ثاني مرت خوه رونها. ايوا سيادي بقى اليوم غدا، اليوم غدا في الدار مريح ضرب مع شي شهرين، ويقول نسير رد مرتي الاولى، ناضوي هز ساكو مهم مشى هز شي قضيه ويمشي، قال داخل عليهم باش نرد مرتي مع ولادو، مشى لورزازات تيدق في الدار، خرج عندو بو الدريه قال لي اش حاب الخاطر، قال لي راني جاي طالب راه بغيتكم ندخل على مرتي الرده، ويقول لي الراجل اش قال لي، قال لي يلا تا ضرباتك الفايقه تا زعما كي تا ما بقى ليك فين تعطي الراس باش جاي عند بنتي انا. ايوا قال لي سيدي، قال لي بنتي انا، قال لي وا تزوجات، ملي مشى صاب مرتو تا هي تزوجات، واش دابا يمكن لها تزوج ولا ما يمكنش لها تزوج، يمكن ليها تزوج حقاش هي مطلقه، تزوجت واحد السيد كان تا هو مرتو ماتت واحد الحاج لاباس عليه، والمهم واش تعرف مع بو الدريه تلاقى به، قال لي عندي واحد بنتي راه مطلقه وجوليدات، المهم ساق هذاك الحاج الخبار جا تزوج بها ويديها، قال لي كيفاش تتزوجوا انا مرتي، هذا اللي الشرقاوي اللي كان في سباليون ولا كاع مهرس وتيدور وحالته حاله، قالوا كنسير ندي انا مرتي نردها ونجيبها ولادي يكبروا وخدموا عليا وتعاوني حتى هي وداك الشيء، بغى يردوا مع الحساب باش يقابلوه. قال لي هبوها، قال لي انا راه بنتي واش بنخليها تبقى تسنى فيك ولا راه صافي جوجتها، كيف غندير انا اش عندي فين بنهزها هي ولادها وداك الشيء راه الغالب الله تحنا. ايوا السيد بدا يتغاوت معاه تما يا مرتي ما مرتي، ناض هو يمشي هو يدعيهم ادعاهم، قال لي صيفط لهم استدعاء بالله راه هاد الناس هادو مرتي مشات غضبانه عندهم وناضهم ما يجوجوها في الغياب عليا، واش هذا مريض ولا مالو مطلقها، هو ناصر دعا دار شكايه، المهم مشى دعا، وهذاك الراجل داك الحاج ما في راسو واش هاد الشيء ديال صحابه غير مطلقه غير كواك، ما معودينش لي راه راجلها مشى للسباليون وطلقها باش يتزوج بمرت خوه، ومن بعد غادي يمشي لتما يبدل الوراق ويخلي مرت خوه ويدير معاها تاهي الطلاق ويرجع لعند مرتو هذه الورزازات هذه عاود يردها ويتزوج بها، ما كاينش ليا داك الراجل حتى هو مجوج غير على النيه باش هذيك المراه زعما كيسترها ويستر دوك الوليدات. ايوا هو مشى جاب لهم السيده، السيده وصلت ليها حتى هي هذيك مرتو الاولى عاد الراجل اللي مع الحاج، وصلت ليها السيده، وصلوا الحاج السيده قال لهم اش حب الخاطر، قالوا ليه مرتك راه واحد داعيها ناضت تزوجت من وراه، قالوا لهم كيفاش هذه مرتي متزوجه مجوجة معايا من مجوجية مع واحد عاود تزوجت معايا، باش عاودوا لي جا ليها قال لي قولي لي قولي لي تيا كيفاش هاد القضية عندك تياي، واش تيا مجوجة ولا مطلقة، قالت لي أنا مطلقة، وقال لها كيفاش تيا هذا جاي عندك داعيك على حساس أنت يا راكي مجوجة وهربتي عليه. إيوا شوفوا هاد المشكل فين بقى، إيوا بقاو تاني ناض الحاج هو يجري عليها، زرع على ديك مرتو قال انا نوضي هزي عليا حوايجك وزيد بيناتنا المحكمه، جات هي مسكينه للدار عند بوها الورزازات هذا كله تيغوت عليهم تما تيقول لي مردوا لي مرتي، وهي عندها العقد مع الحاج، الحاج تا هو ناصر اعطاها ابراتها قال لهم هذه ما مرتي ما انا راجلها. ايوا عقب طلق هذاك الحاج، وهذيك المراه مسكينه عقب تبقات مع بوها في 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 ورزازات، هذاك الشرقاوي يعيا ما يدور بيهم، قالت لي والله معاه لا رجعت، تابعني حتى في صحتي، تابعني حتى في داري اللي درت. ايوا انا خوتي تسالي القصه مع هاد الشرقاوي هذا، ما عقب مشات مع هاد المراه ما مشاتش معاه،
علاش هي تزوجات ونساتو ودارت راجلها وجا الله ما ولدتش مع داك الحاج، وجا هو عندها تقول ليهم بغيت مرتي صدق فرتكها مع راجلها، فرتكها معاه هي النيت كانت مزوجه بيه، فرتك ليها العش معاه هي النيت، مشى للسبانيول عقب تاني حمل مرت خوه، ما هذاك الكلام اللي كانوا دايرين على اساس باش غير يعوض الوراق ويقابل لها المشروع ويرجع يتزوج مرته ويعاود لها تاهي الوراق ويديها، وبقاو كاع مجموعين. مشى جا هنا للسبانيول طغى حمل مرت خوه، من مرت خوه تلاح الخيطانه، جاو الخيطانه سعروا ليه هرسوه، ملي هرسوه رفضت ليه مرته على الوراق هذيك مرت خوه، وي صباح المغرب قال انا نسرد مرتي سقطت هي مكرفصه اللي تزوجت بالحاج. ايوا اخواني خواتي المشاهدين، هنا في تتسالي هذه القصه هذه مره ان شاء الله نبقى ندير لكم، راه عندي القصات غنبقى ندير لكم القصات باش ان شاء الله ما تنساونيش، راه بحال قلتوا لي ودي عند مولا راني تعطلت عليكم، صراحة تعطلت عليكم مع الوقت، كنت نستافد في هذا المشروع هذا الحمد لله اللي وليت غادي بخير وعلى خير صراحه بالقدره الالهيه، راكم عارفين الواحد تيجتهد وتيطلب الله اي حاجه يوصل ليها، ما يديش خير ديال الناس وما يتعداش على الناس، ورا الحمد لله اي حاجه توصل ليها. ايوا اخواتي خواتي المشاهدين، تطلب لكم الستره في الدنيا وفي الاخره. ايوا هذا الشيء اللي كاين اخوتي، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الصباليون ولا اوروبا ما تجيش بهذه الطريقه، طلق مرتك وتجي تتزوج مره اخرى وتجينا وتبقى تسنى هذيك المره تتبدل لك اوراق باش ترجع للمغرب، تمشي تشوف مرتك اللي كنت متزوج بها تعاود ثاني ترد معها العقد. شام واحد راه تكرفص، راه كاين اللي جاب الفلوس 10 ملايين 12 مليون، طلق مرته وتزوج وحده جابته من هنايا نهار عاد دفوع ما بغاش تبدل ليه الوراق، رفضوا ليه الوراق، بقات يدور هنايا ترفض ليه العقد، لا اللي معادي ليه هنا في الطاليان ولا في الصباليون، لا اللي مع مرته في المغرب تيولي زوفري، اش تيدير؟ ومع المشاكل ما تيكونش جاي هو كاع تيكمي ولا يشرب الخمر، تيصيب لنا البير هنايا مشتي مسكين ليك. البيرة تدير غير بأورو، داك الليطرو ديال السيرفيس غير بأورو ب10 دراهم، تيصبح تا هو يشرب شرب شرب، الدراري تيكونوا مريحين في الكراسة بليين الله يعفو عليهم، تا هو تيصبح تا هو سكيري معاهم هنايا، واش بغا يبقى يتفكر ديك المرا اللي في المغرب ولا اللي هنا، وتا الوراق تنساهم ما تيبقى كاع يدير الوراق، وتيولي الداحس ويضرب شي واحد يفوت فيه شي ضربة، تيعطيوه الأونوكينسي هذاك سميتو السورسي هنا في الصباليون، راه دابز يعطيوك سورسي، ما تبقاش تدي صاحبي الوراق خاص تدوز 5 سنين. فينك وفين 5 سنين؟ ديك 5 سنين تتبقى تسنى فيها تجيك بحال الجبل، تتعاود ثاني تبقى داحوس وتسراق ما تخدمش، خاصك تولي تبقى تسراق باش تاكل ولا شي حاجه، المهم تتمشي في الهواء سوا، لا وراق لا صحه لا والو، والله هذه صعيبه هنا، خاصك هنا 1000 بحال 500 اورو، هذه السياره ليك انت الجسم ديالك الدات ديالك ما بين النعاس والماكله، وحال 500 اورو للشهر اللي هي 100000 مغربيه 5000 درهم. الكرا ديال البيت تدير 250 اورو، وانتيا خاصك تاكل 250 اورو، راه هي 5000 درهم شهريه هذا الجسم ديالك ما بين كرا والماكله والطوبيس ولا شي لعبه، المهم ما يحيدهاش لك الطبيب، لا ما كانش عندك هاد 500 اورو راه غادي تنعس تفرش غير الكرطون، شي تحت شي شبيات بحال تيقول الكورتيخو لاستو، وتتعيش مكرفص الصراحه مكرفص بزاف هنا في اسبانيا، حقاش ما عندكش الدار فين تمشي هنايا، تبقى الدور والمشاكل والبوليس ديما تم خلوع منهم ما كانش عندك الاوراق. ايوا اخواني اخواتي المشاهدين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.